استغفارتك عباداتك دبا دحدو واسيدت او عباداتك يا طاعاتك واويل الله ينفرايو دن وحد دبا يا الاستغفار مثلا حجك واركان الاسلام كمدي عباداتك الله سميك واوي مكو جيره قوب لا يستاغو قوبها واوين ابن ادم الهي عابد يا استاغر عرفا كمدا مركز عرفة استاغتي إلهي ما أنتم وينين الشيء إبر يسبا إلهي وحينين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم استهاجب إلهي هل كدك استهاجيو قريشي وحوري جرت حرب كان وكبح منه عرف حرب كوي كبح صمت مركا منا يين تن حرب كان وتشوجينا وحلي دي بحا وطقا هل كدك استهاجيو أولي بهل كامر كاستاكتان الصوت دريرتان دي بصور نغطان وحا عمل سبيسين ولا وحا قدرتان استغفار بي إلهينا لي سبحانه وتعالى يعني حج إنه كتير نبي نكدب قيننا محي استغفار وحا الله ينبري أو نبي قوي نبري عليه الصلاة والسلام صلاة دمر كي نتكنه وحا كواده نقبرنا ومحي نبي محمد نركو صلاة من نقصده كو صدح جربو رجر استغفر الله استغفر الله استغفر الله ما معصيبو سميني وكا استغفر لي سري ما هي صلاة بكتيري لكن ومحي وحولي يا إله حقاق ولمان قدين أنا قلت أنا وهذا يوان سمي وين سودة لو ويسيس النصوك عنه إلهي هرنمي إلهي ويسرت أجن أنت إنه أودي كرني وادد لو واسمين لكن وحين رميسني مر بضن بينه بحين وقلب جنو ملك لشر مر بينه وحين أخرين أين فهمين مر بينه أدون سكجا مشغولة هذا نسأل أدين ودني دبعت أنا وحد هذا لا هو أنت عصمان ما تأوديه أنت عيق عقبة بعد كده بقيني سامر كام حي استغفار مركز سلامة نقصة طيبة وحد هذا إله حقاقي من قدنين استغفار تروى اعتذار مركز راعي نسو إلهي قرآن كوحي رقا ورمي كو الجنة دقلي إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون إلهي وحي كو المتقين تاه يا لك عبصدي آخر برأيه إلى بيودي جنو ينبيلي آخذين ما آتاهم ربهم وحي قادر يوحي أن لسيبا ليري لها النعماء أي آخره لي لكن إلهي وحليه سبب طوامحي إنهم كانوا قبل ذلك محسنين أدون كي مركي أي تشوغين أي هايندد إحسان كسمايا محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هبين كي إن يربي سيحجر ينبيل هيري وفير سهد بائره قال دبره وبلا سحار هم يستغفرون وقت الصحور كمركي قادنا استغفار بي أفري سنجرين همين أردنت عبادة استو أيوه حكو قبقبيني يا صلاة ديسي استغفار أولى يا إله انت أصان لأهم حقا سمان قدنين وحنان سمايي أعاونا لسو جيدي إله ما هذا حقا وحد حق الله سادة رادت أي استغفار كدبقيني إلهي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحوضر دارم فاعلم أنه لا إله إلا الله أقو ألا إنو كالقي هيك حق لقو عابدو مسألة دا يقين صر ويال هو استغفر لذنبك وللمؤمنين بالله كده بقي هذا بقى أيها الأحبة مسألة دا استغفارتنا وحنكو ختم إياه نبي محمد لباتن يصدح صندود بوجهة تمي وإلهي الدين تيسوح ولبك سوقاري اللور نبي oo loo hijrooday oo dagaal nooc waliba uu soo galay oo siiradan ay noqrinay tirada badan leh ay soo martay 23 sano kadib aakhir suura suuradahan nabi maxamed ugu soo degta bal waxa la farayo fiirsahdaba suuradii ugu dambeysay quraanka iyadoo suurado kaamila soo degta weeyaan wa suurati nasr ilahi wuxuu ku yidhi nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam idha jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا مركا دركته وكوي ما دبا إلهي إلهي قوشيس مركا هر النصر قيا فتح قبا إلهي بس ومن نعم الله إلهي قوشيس إيا فرشديس مركا كوتم أد مكا إيا أدن بفرطي ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وأدركت دتك دين تكوح كوح قليا واجي هو الإسلام هو بلا وها النبي محمد سجاب العير سري كذب قف قف بقر سنية قف با انتو إسلام ورري ورتريري هني قبوا برجات مقشوه قول استوني كالي ساسي كسعت
ilaa iyay soo gaadhay markii dambe qabiilo qabiilo in loo islaamo, afwaaj koox koox, caamil wufuud, nabiga calayhi salaatu wasalaam qabaa'il dhan oo maca salaadiintoodiiyo waayeelkoodiiba wata u yimo soo islaamay. Haddaba markaad sidaa aragta maxay samey baa ilaahay ku yidhi, aadanahan rabbigood xoog u qadarini, markay guulaystaan maxay sameeyaan? Badhbadhaadhna bay qaadaan. Dee maalinta xorriyaadka maxaa la sameeya? Muruqa la muujiyaa iyo waxaad xoog leedahay. Waaw, qofkoo isla weyn wuxuu qabtay ay la weyn tahay. Markay calanka helaan bal kaalay canabay bay qaadaan, calanka wala caleh. Halkuu qofku isu dhul dhigila odhan lahaa ilaahu adaa guushiiyey nasriga i siiyey ayuu kibir ka qaadaa. Laakiin nebi maxamed waxaa la leeyahay markaad guulaysatay, maantuuma ka furanaya guulaysanayay, neefku fuushanaa isagoo ku dul sujuudsan oo madaxu hoos u laalaaduu nebigu soo galay calayhi salaam, isagoo mutakabbiro isweynaynaya muu soo gelin. Saa daraaddeed ilaahay wuxuu ku yidhi markaad guusha hesho ee aad aragto dadkoo diinta koox koox u soo gelaya, maxay samey baa lagu yidhi, fasabbix bixamdi rabbik, tasbiixsa adigoo ku maraya ku dheehaya ilaahay xamdigiisa. Tasbiixdu waa maxay? Tasbiixdu waa tanziih, waa ilaahay oo waxaan u cunto min aad ka nasahayso. Ilaahay oo aad xumo iyo ceeb leedahay waa ka hufanyi, waa ka dheeriye, naqsi male ilaahay. taxmiidu ama alxamdu lilaahna waa maxay? Waa ilaahay oo aad ammaanayso bikamaalihi wa kamaali afcaalihi, aad weynaynayso ku weynaynayso acmaashiisa fiican. Idan waxaa la yidhi markaad guusha aragto ee dadku diinta koox koox u galaan, ilaahay weyneeyo xuma ka huf, ammaan oo ammaantu xaq u leeyahay ammaan, adiguna wixii aad camal la timi, wastakfirhu innahu kaana tawaaba, ilaahay u toobadkeen baa la leeyahay, oo istikfaarso wixii ilaahay waan xaqaaga ka gaabiyey, wixii camal tuur la aan la imi, waxaan kuu cuntamayna aan sameeyey, ilaahayow iga aqbalde. Qofka muslim haddii nebi maxamed sidaa lagu leeyahay, innaga maxaad u malaynaysaa markaa? Markaynu soo soonnay ee salaadnay caynkan, haddii nebi maxamed oo intuu diinteen u dagaalamay oo naf iyo nafiisba u huray oo 23 sanadood waday, la yidhi arrinku hadduu kuu dhammaystirmay waxaad ku gabagabaysataa baa la yidhi, ilaahay ammaantiisana ha ka daali, wixii kaa uun gaabis uun si uun kaa noqon karana waxaad tidhahdaa ilaahayow intaasaan awooday, istikfaar iyo toobad la kaalay.